كيف حالكم أول؟ كيف أصبحت؟ أتمنى أن تكونوا دائما بخير إن شاء الله تعالى. اليوم أحبتي في مادتنا مادة اللغة العربية، مادة اللغة العربية سوف نكمل وحدتنا أو آخر أسرار وحدتنا، وحدة أهلا في الربيع، ونتحدث عن موضوع حلو وجميل كنا نتحدث عنه لكن قليلا قليلا هكذا في كل صباح أسألكم عنه سريعا سريعا. اسم درسنا اليوم يا أول اللام القمرية واللام الشمسية. أين كنا نراها هذه اللام يا أول؟ أحسنتم، في أيام الأسبوع، عندما كنا نرى أيام الأسبوع وأكتبها على السبورة وأسألكم يا أول هذه اللام التي نراها الآن ما نوعها؟ تقولون لي لام قمرية، وكنت أقول لكم ماذا تقول لنا اللام القمرية يا ترى؟ هل تذكرون؟ أحسنتم، أنا اللام القمرية، اكتبني والفضني وضع السكون فوق هذه اللام القمرية. وعندما كنا نرى مثلا يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء، كنت أقول لكم ما نوع اللام هنا يا أول؟ ماذا كنتم تقولون لي؟ كنتم تقولون أنا لام شمسية، اكتبني ولا تلفظني وضع الشدة بعدي. أحسنتم، وضع الشدة بعدي. إذا هذه الشدة تعلمناها قبل في الوحدة الماضية عن الشدة، والآن سوف نتحدث عن لام شمسية ولام قمرية. اللام الشمسية واللام القمرية تحدثنا عنهم في أنشودتنا، تعالوا نتذكر كلمات أنشودتنا. وقبل أن نتذكر كلمات أنشودتنا لنميز بينهم، تعالوا نرى اسمهم قمرية وشمسية. قمرية شمسية، بماذا تذكرنا هذه الكلمات؟ أحسنتم، تذكرني بشمس وقمر، تذكرني بالشمس والقمر. القمرية بالقمر، والشمسية بماذا؟ بالشمس. أحسنتم، تذكرنا بالشمس، هكذا تكون الشمس، أليس كذلك؟ هذه شمس وهذا قمر. القمر والشمس، الشمس للام الشمسية والقمر للام القمرية. فعندي لام قمرية وعندي لام شمسية. نأتي الآن ونضع الشمسية هنا، الشمس، ونضع أيضا القمر بجانبها. والآن تعالوا نرى بينهم يا أول، تعالوا نقارب بينهم، نقارن بينهم حسب الأنشودة التي أنشدناها أنا وأنتم أو تغنيناها وقلناها أنا وأنتم. قلنا يا أول أنا اللام القمرية، اكتبني والفظني. أنا لام قمرية، اكتبني، إذا تكتب، لاحظوا هي تكتب، الأل القمرية هكذا، والأل هنا أيضا هكذا، هذه نوع اللام. لكن عندي لام قمرية وعندي لام شمسية. أنا اللام القمرية، اكتبني، إذن هي تكتب، تكتب، اللام القمرية تكتب. والفضني، أنا لام قمرية، اكتبني والفضني، تلفظ، يخرج صوتها، تلفظ، تلفظ، أي أنه عندما أقول أربعة، لاحظوا الأربعاء، الأربعاء، تلفظ، يخرج صوتها، يخرج صوت اللام، الأربعاء. إذن هي تكتب وتلفظ، الأربعاء. إذن أنا لام قمرية، تكتبني وتلفظني، تكتبني وتلفظني، اكتب أي أنني اكتب بهذا الشكل، وتلفظني، تلفظني أي أنك تذكر اسمي، يخرج صوتها، يخرج صوتها. وضع السكون فوق السكون، حركتها حركة السكون، السكون فوقها. هذه هي اللام القمرية، هذه هي اللام
القمرية، إذا تذكروا أسئلتنا، اللام القمرية، أنا لام قمرية، أنا لام قمرية، تكتبني، تكتبني وتلفظني. لاحظوا الأربعاء، ال يخرج صوتها طبيعي، نسمع صوتها، الأربعاء تلفظني. وضع السكون فوقي، وضع السكون فوقي. هكذا هي اللام القمرية، هكذا هي اللام القمرية، هذه اللام القمرية. تعالوا الآن نرى أنشودة من؟ أنشودة اللام الشمسية، أنشودة اللام الشمسية، ننشد أنا وأنتم اللام الشمسية. أنا لام شمسية، أنا اللام الشمسية. تعالوا نكتبها باللون الأزرق هنا لكي تظهر لدينا هكذا. أنا اللام الشمسية، اكتبني، إذا هي أيضا تكتب، تكتب، اكتبني، وتكتب بهذا الشكل أيضا. أنا لام شمسية، اكتبني ولا تلفظني، اكتبني ولا تلفظني، لا تلفظ، لا تلفظ. لاحظوا عندما كتبنا مثلا الثلاثاء عندما كتبت لكم الثلاثاء يوم الثلاثاء لاحظوا صوتها أث، أث، لم يخرج صوت اللام، أث. هنا الأربعاء، الأربعاء، هنا الثلاثاء، الثلاثاء، لم يخرج صوت اللام، إذن اكتبني مكتوبة لكن لا تلفظني، اكتبني ولا تلفظني، أف، أف، لا تلفظ. وضع الشدة بعد الشدة، بعدي على الحرف الذي يليها، بعدي على الحرف يكون هكذا، مثلا أذ، مثلا تكون عندي شدة على الحرف الذي بعدها. إذا يا أول تعالوا نعيد خصائص اللام، أو كيف، ما هو الفرق بينهم. عندي اللام القمرية وعندي اللام الشمسية. أنا اللام القمرية، تكتبني، أكتب في الكلمة، أكتب، ها هي مكتوبة عندي هنا في يومنا اليوم الأربعاء وهي مكتوبة اللام، أكتبني والفظني، تخرج صوتها، لاحظوا الأربعاء، الأربعاء، يخرج صوتها، نسمع صوت اللام، الأربعاء، أكتبني والفظني. وضع السكون فوقي، وضع السكون فوقي، هذه لام قمرية، تكتب وتلفظ وعليها ماذا؟ حركة السكون. أما اللام الشمسية، أنا لام شمسية، أنا اللام الشمسية، اكتبني، اكتب، ها هي موجودة عندي هنا، لا تلفظني، لا تلفظني، أث، أث. مباشرة عندما تكون عندي حركة الشدة بعد اللام أخفي اللام بيدي وأقول الثلاثاء، الثلاثاء، لا يخرج صوت اللام، لا يخرج صوت اللام، لا نقول الثلاثاء، صعبة علينا، الثلاثاء، الثلاثاء. إذا أنا اللام الشمسية، اكتبني، لا تلفظني، وضع الشدة بعدي على الحرف الذي بعدي، وضع الشدة بعدي. هذه هي أول اللام الشمسية واللام القمرية وكيف يختلفون عن بعضهم البعض. حتى نميز أنا وأنتم اللام القمرية واللام الشمسية عن بعضهم، هنالك سر ما يخفيه عنا هذا الدرس. هذا السر هو ماذا؟
استمعوا لي جيدا جيدا، هذا السر هو أن اللام القمرية واللام الشمسية هنالك حروف خاصة للام القمرية وهنالك حروف خاصة للام الشمسية. عندما كان يوجد عندي لام قمرية ولام شمسية، قالت اللام الشمسية أنا سأخذ مجموعة من الحروف لي وأنت لا تقرأيها معك يا لام قمرية، وقالت اللام القمرية أنا سأخذ أيضا باقي الحروف التي تبقت وأنت لا تأخذينها معك. ما هي هذه الحروف؟ هذه الحروف لتعرفونها عليكم أن تحفظوها أيضا، لذلك جهزوا دفاتركم، دفاتر اللغة العربية، وافعلوا ما سأفعله معي على السبورة، اتفقنا؟ حتى نحفظها أنا وأنتم ونرددها أكثر من مرة إن شاء الله تعالى. وبهذا نستطيع أن نميز بين اللام القمرية واللام الشمسية، غير السر الذي نراه في الكلمة وهو أن السكون عندي هنا واللام الشمسية معها شدة. سر آخر للحروف، تعالوا نرى ما هي حروف كل منهما واكتبوها معي على دفاتركم كما سأكتبها، سأكتبها على السبورة عندي، اتفقنا يا أول؟ هيا جهزوا دفاتركم وجهزوا أقلامكم لنكتب أنا وأنتم حروفنا للام القمرية واللام الشمسية، للام القمرية واللام الشمسية، جهزوا دفاتركم يا أول. جهزوا ألوانا تحبونها للون القمر ولون الشمس، جهزوا لونين، سنرسم القمر وسنرسم الشمس أيضا يا أول، ارسموا معي هكذا، نرسم قمرا كبير هكذا، وسنرسم أيضا شمس كبيرة، شمس كبيرة، نرسم دائرة كبيرة هكذا وعليها أشعة الشمس هكذا. إذا كانت شمسكم أحلى مني فأنتم أبطال الصغار، أنا لا أستطيع الرسم كثيرا أصلا، اتفقنا؟ ونكتب الآن هنا يا أول، سنكتب حروف اللام القمرية في داخل القمر، سنكتب حروف اللام القمرية، وداخل الشمس سنكتب حروف اللام الشمسية، اتفقنا؟ جهزوا ألوانكم وارسموا القمر والشمس كما رسمته عندي على السبورة، وجهزوا قلمكم أو أيضا اللونين نفسهم اكتبوا بهم الحروف، لكن أنا سأكتب لكم بألوان واضحة لكي ترون الحروف بسهولة على السبورة، اتفقنا؟ جهزوا أقلامكم واكتبوا معي حروفنا لنرددها أنا وأنتم ونميز بين حروفنا يا أول. نبدأ أولا يا أول بحروف لام قمرية، بحروف اللام القمرية سنكتب حروفنا بداخل القمر الذي رسمناه، اتفقنا يا أول؟ نبدأ أولا بأول حرف وهو أ، أ الهمزة، حرف الألف الذي عليه همزة، الهمزة من حروف اللام القمرية كما عندنا هنا في يومنا اليوم الأربعاء، لاحظوا أتى معها لام قمرية، لام قمرية، أربعاء، ال أربعاء، ال أربعاء، إذا هو حرف من حروف اللام القمرية، لا أقول أربعاء أربعاء، لا، إنها لام قمرية وتلفظ وأسمع لصوتها، الأربعاء هو حرف من حروف اللام القمرية، اكتبوها، سنكتب باللون الأسود لأننا كتبناه هناك بالخصائص بلون أسود حتى لا نتشتت، اتفقنا؟ سأكتبها بالحروف بلون أسود، سأعيد كتابته هنا لكم باللون الأسود، إذا حرف الهمزة باللون الأسود للام القمرية، أنتم اكتبوا بالألوان التي تحبونها، اتفقنا؟ ثاني حرف من حروفنا، تعالوا نرى عنواننا القمرية، القمرية، ما هو الحرف الذي أتى بعدها؟ القاف، أحسنتم، إذا سنكتب قاف، سنكتب حرف القاف، سنكتب حرف القاف، فهو من حروف
هي حرف القاف. حرف القاف. لو كان عندي كلمة المعلم، المعلم، ما هو الحرف الذي أتى بعد ال؟ لفظناها فهي لام قمرية، المعلم. أحسنت، ميم. إذا سنكتب أيضا هنا حرف الميم فهي من حروف اللام القمرية، نلفظ اللام فيها، المعلم، المعلم. عندي أيضا يا أول لو قلنا كلمة الفراولة، الفراولة، ما هو الحرف؟ الفاء. أحسنتم، إذا اكتبوا لي حرف الفاء. نكتب، إذا عندي هنا أ وحرف ق، قاف، ميم، ف، هذه من حروف اللام القمرية ولم نكتب بعد يا أول. عندي أيضا كلمة مثلا البرتقال، البرتقال. أحسنتم، الباء، حرف الباء من حروف اللام القمرية، نكتبها بداخل القمر. لو قلت لكم كلمة ماذا؟ الحروف. لاحظوا هنا لو وضعنا هنا اللام ستكون لام شمسية أم لام قمرية؟ الحروف. أحسنتم، إذا حرفنا هذا ما هو؟ الحاء. أنتم أبطال. حرف الحاء من الحروف القمرية، حرف الحاء من الحروف القمرية. لو قلت لكم كلمة ماذا؟ كلمة الكيوي، الكيوي، كاف. أحسنتم، إنها لام قمرية، إذا سنكتب كاف، سنكتب كاف. لو قلت لكم كلمة ماذا ستكون بحرفنا هذا الذي في رأسي؟ كلمة الهاء، الهاء، حرف الهاء، الهاء. أحسنتم، إنه حرف هاء وهو من حروف اللام القمرية، وهو من حروف اللام القمرية. لو قلت لكم كلمات يا أول اليابسة، اليابسة، ما هو حرفنا؟ الياء. أحسنتم، أتى بعد اللام ياء وهو من حروف اللام القمرية. أنتم رائعين، أنتم رائعين، إنه الياء، حرف الياء من حروف اللام القمرية، حرف الياء من حروف اللام القمرية. لو قلت لكم كلمة الجمل، الجمل، جيم، أنتم رائعين، إنه حرف الجيم من حروف اللام القمرية. الخروف، الخروف، الخاء. أحسنتم، سنكتب أيضا خاء من حروف اللام القمرية. لو قلت لكم الآن يا أول كلمة الغزال، الغزال، غزال. أحسنتم، حرف الغين يشبه حرف العين، العين، العين. أحسنتم، أيضا العين، حرف العين من حروف اللام القمرية، أيضا العين من حروف اللام القمرية. تبقى لنا حرف واحد، الواو، الواو، حرف الواو من حروفنا القمرية. هذا يا أول هي حروف، هذه هي حروف اللام القمرية، هذه حروف اللام القمرية وهي حفظ. إذا لا تريدون حفظها نستطيع أيضا تمييزها من خلال السكون على اللام، لكن لمعرفة كيف تكون يجب علينا حفظها للتسهيل، يجب علينا حفظها للتسهيل إذا استطعتم. هذه هي أول حروف اللام القمرية، اكتبوها على دفاتركم بالشكل الذي كتبناه هنا يا أول، اكتبوها بالشكل الذي كتبناه على السبورة. بعد أن كتبنا حروف اللام القمرية نأتي الآن إلى حروف اللام الشمسية، هل أنتم مستعدون؟ هيا إذا لم ترسموا بعد الشمس ارسموها على دفاتركم بالحجم الكبير لنكتب حروفنا أنا وأنتم. وجهزوا يا أول لون آخر لنميز حروف
حروفنا القمرية عن حروفنا الشمسية. ونبدأ أنا وأنتم هنا يا أول. عندي أول حرف سنكتبه، لاحظوا هنا أش. هل لفظتها؟ لا، أحسنتم. إذا حرف الشين ماذا؟ حرف الشين قمرية شمسية، عفوا، حرف الشين من حروف اللام الشمسية. لو قلت لكم كلمة السماء، السماء، هل لفظنا اللام؟ لا، إذن هي لام شمسية. وماذا كان الحرف؟ السماء، السين، أيضا السين إذن من حروفنا الشمسية، أيضا الشين من حروفنا، أو السين عفوا، من حروفنا الشمسية. لو قلت لكم كلمة النور، النور، ما هو الحرف؟ نون، أحسنتم. سنكتب حرف النون، سنكتب حرف النون. لو قلت لكم كلمة، لاحظوا هنا عندي اللام، اللام، أحسنتم. حرف اللام من الحروف الشمسية، حرف اللام من الحروف الشمسية. لو قلت لكم كلمة الطاء، الطاء، حرف الطاء من حروفنا الشمسية، حرف الطاء من الحروف الشمسية. أيضا يا أول، الضاد، الضاد، حرف الضاد، حرفنا الذي تعلمناه المرة الماضية من حروفنا الشمسية. لو قلت لكم كلمة الرياح، الرياح، الراء من الحروف الشمسية، أنتم رائعين، الراء من الحروف الشمسية. لو قلت لكم كلمة الزهور، الزهور، لام شمسية والحرف زاي، أحسنتم، حرف الزاي، حرف الزاي من حروفنا الشمسية. لو قلت لكم كلمة، كلمة ماذا؟ الضاء، الضاء، أحسنتم، حرف الضاء، هذا لم نتعلمه بعد، هذا من الحروف الشمسية، وأيضا يوجد حرف آخر لم نتعلمه بعد وهو من الحروف الشمسية، الضاء والصاد، الضاء والصاد، هذه من الحروف الشمسية. لو قلت لكم كلمة التفاح، التفاح، حرف التاء من الحروف الشمسية، أحسنتم. لو قلت لكم كلمة الثريا، الثريا، حرف الثاء، حرف الثاء من الحروف الشمسية، حرف الثاء من الحروف الشمسية أيضا. لو قلنا كلمة الدب، الدب، دال، أحسنتم، إنه من الحروف الشمسية أيضا، دال. لو قلنا كلمة الذرة، الذرة، أنتم رائعين، حرف الدال، حرف الدال. هكذا يا أول تكون قد انتهت حروفنا الشمسية أيضا. إذن هذه مجموعة حروفنا القمرية، هذه مجموعة حروفنا القمرية إذا أتت مع اللام، سنكتبها باللون الأسود، إذا أتت مع اللام فإن اللام تكون ماذا؟ أحسنتم، تكون اللام قمرية، تكون اللام قمرية، واللام القمرية تكتب ونلفظها ويكون عليها حركة سكون، حركة السكون، ال، ال، هذا صوتها ال. لو قلناها مع أي حروف الآتية فيها تكون اللام واضحة وقمرية، الأحد، الأحد، القمر، القمر، الفراولة، المعلم، البقرة أو البرتقال، البرتقال، ماذا ممكن؟ الحيوان، حيوان، الحيوان، الكلب، الهرة، اليد، الجمل، الخروف، العين، هنا العين، وهنا الغزال، حرف الغين، الورق، الورق، هذه لام قمرية نلفظها ونكتبها، نلفظها، نسمع صوت اللام فيها. أما هنا يا أول
فيكون عندي لام شمسية مع هذه الحروف باللون الأزرق داخل الشمس، هي حروف اللام الشمسية. نكتب اللام فيها، نكتب اللام، سنكتبها هنا باللون الأزرق، لكن يكون معها ماذا؟ شدة. هذه الحروف يكون معها شدة، اكتبوا معي شدة على الحروف، لأنها عندما تأتي مع اللام الشمسية فإن الشدة تكون بعدي، الشدة بعدي أي عنها على الحرف اللام. لاحظوا اللام. الطا ماذا نقول؟ الطابون، الطابون. الضبع، الراء. الزاي، الظاء. الصاد. الثريا، الذرة. الدب، الشمس. السماء، النور. التفاح. هذه حروفنا القمرية وهذه حروفنا باللام الشمسية. هكذا نكون قد بدأنا باللام القمرية واللام الشمسية. لمعرفة كيف يكون تقطيع الكلمات سنكمل درسنا غدا، ولن نحل كتابنا في الغد إن شاء الله، أيضا سنحله يوم الأحد إن شاء الله بعد أن نتمكن أنا وأنتم من اللام القمرية واللام الشمسية ونميز بينهم بالتحديد وبالفعل. اتفقنا يا أحبتي؟ هذا الذي كتبناه على السبورة مهم لكم كثيرا كثيرا، اكتبوها على دفاتركم ولا ننسى أنشودتنا. أنا اللام القمرية، اكتبني والفضني، وضع السكون فوقي. أما اللام الشمسية، أنا اللام الشمسية، اكتبني لا تلفظني، وضع الشدة بعدي، تكون الشدة على الحروف التي بعدها. إذن ها هذه حروف اللام الشمسية وهذه حروف اللام القمرية كما تعلمناها، وهذا الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية. هكذا أحبتي نكون قد انتهينا من البداية في اللام القمرية واللام الشمسية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم معي. أحبكم كثيرا، ألقاكم على خير أحبتي الصغار. إلى اللقاء.